وأمل، أنا يعني بعرف منك إن إحنا كم نملك بالشركة، يعني كم فلوسنا بالبنك، كم الوصولات اللي عندنا، يعني أبي شيء تقريبي، ما أبي شيء دقيق لأن أدري إنه يأخذ منك وقت. اللي تشوفه حضرتك. وخلال ساعتين أبيك تعطيني تقرير أولي بكل ما تملك الشركة. حاضر، بس ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضل. أستاذ عبد الله، أنا عايز يعني، هو حضرتك ناوي تبيع الشركة؟ أنا آسف جدا إني سألت السؤال ده. أنا أقول سوي اللي قلت لك عليه ومالك شغل بشيء. حاضر يا فندم، وبكرر اعتذاري للمرة التانية. ومسي يا عبد الله. هلا. وصلك هيدا البوكيه وعليه الكارت. هذا الورد مناسبة البداية الجديدة لعلاقتنا. أنا وايد مستانسة إنك أخيراً صرت لي أنا وبس حبيبتك صمود. وأنا بعد أحبك فوق ما تتخيلي. هذا عبد الله؟ إيه، كاتب لي أحبك فوق ما تتخيلين. والله اشتغل مفعول الورد. اي طبعا. عفية عليك، كل هذا يطلع منك؟ يما ترى انا احب عبد الله وايد، يعني ودي اعيش انا معاه بعيد عن المشاكل. اذا تبين تعيشين معاه وتحافظين على الحب لازم تواجهين المشاكل، ما في حل ثاني قدامك. ادري، وهذا اللي مضايقني، اني قاعد اتصرف عكس طبيعتي. لا تخوفيني منك، أنا ما بيشتضعفين. سلمى مو سهلة مثل ما أنت فاكرتها. سلمى بتسوي المستحيل عشان تخلي عبد الله يرد البيت، وأنا ما بعطيها هالفرصة، لأن عبد الله إذا رد البيت كل شيء سويناه يتبخر. إنزين، وأنت شناوية عليه الحين؟ عبد الله الحين هو المدير، أو كل شيء ضمن صلاحياته، أو لازم نستغل هالشيء قبل لا أمه ونورة وريم يسحبون الصلاحيات والبساط من تحت ريوله. أبيك أنت تقنعين ذكائك ودهائك وحبه لك يحول كل شيء باسمه ويسبقهم ويطلعهم برا اللعبة. عرفتي؟ ألو. أهلا أهلا أستاذ صالح، يا رب ما كنتش أزعجت حضرتك. لا يا أبو أمل، ما من إزعاج. أنت شلونك؟ شو أخبارك؟ بناتك شلونهم؟ إن شاء الله أمورهم طيبة. بس الحمد لله. الحمد لله. الظاهر أجازتك طويلة. الظاهر كذي. ربنا يقدم ما فيه الخير إن شاء الله. الله كريم. بس ما أدري، حسيت بحكيك عندك شيء بتقوله. والله مش هخبي عليك يا أستاذ صالح، الأستاذ عبد الله اليومين دول حالته مش مستقرة، وأنت عارف قد إيه أنا بهتم للشركة وحريص جدا على مصلحتها، وده اللي خلاني أتصل بحضرتك النهاردة وأسألك يمكن تفهمني إيه اللي بيحصل. مثل شنو يعني فهمني؟ بيني وبينك، النهاردة أول ما جه الشركة طلبني وطلب مني إن أنا أعمل حصر لكل ممتلكات الشركة، وده شيء خلاني قلقان شوية. زين، وما قالك شنو هدفه؟ لا لا لا، أنا ما حبيتش أدخل نفسي في الموضوع، وقلت أتصل عليك احتمال يكون عندك فكرة، بس لو سمحت يا ريت تخلي الكلام ده بيني وبينك. لا عفو عليك أبو أمل، لا تشيل هم، قلت بالصدق ما عندي أي جواب حق سؤالك، وأتمنى يكون هذا مجرد استفسار لا أكثر ولا أقل. أنا كمان بتمنى ذلك. أستاذ صالح، الشركة فاتحة أكتر من 500 بيت.
لا تحاتي، الأستاذ عبد الله إنسان عاقل مو شخص متهور، وما راح يضيع الشركة ولا الموظفين اللي فيها. ربنا يقدم ما فيه الخير إن شاء الله. مع السلامة. حياك الله حبيبي، مع السلامة. خالتي في موضوع، يعني أنا ونورة نبي نكلمك فيه، بس ما نبيش تضايقين. أنتوا عندكم شيء، من الصبح عندكم حكي، أشوفك أنت تروحين غرفتها وتطلعي من عندها، وأنت تروحين غرفتها وتردين تطلعي من عندها، يتحكي وش فيكم؟ بتكلمين أنت ولا أنا أتكلم ولا شنو؟ لا أنت طبعاً، أنت شخصيتك أقوى. رحم الله مرئن عارفة قدر نفسه. واي خالتي، بعد أنت اللي قلتي هي الحكي. لا تبي توهقني بالسالفة، أنا أعرفها نذلة. حسستوني كني أمكم الغولة وباكلكم، تحكوا. لا خالتي عاد ما أقصد كذي، بالعكس أدريش كثر أنا أحبك ونموت عليك، بس ما نبي نضايقك. إن شاء الله ما راح تضايق. يعني إيش بتسوون؟ بتسوون أكثر من اللي عبد الله سوا فيني؟ خلاص خالتي أنا بديش بالموضوع على طول. أنا ونورة يعني قررنا أن نسوي توكيل حق شخص نثق فيه بإدارة حصصنا إحنا وعيالنا بالشركة. خالتي عبد الله الحين وضعه تغير، بالذات عقب ما ترك البيت وطلع، وفاطمة وبنتها لا يمكن يخلونه في حاله. إنزين، ومن الشخص هذا اللي فكرتوا فيه علشان توكلونه ويدير بال على حصصكم وحصص عيالكم بالشركة؟ يعني بعد تفكير عميق يعني بالموضوع هذا، أنا ونورة قررنا نوكل أبو شهد لأنه صار لسنين بالشركة. خالتي القرار النهائي عندك انتي، إذا منتي موافقة خلاص انسي الموضوع هذا تماماً. لا، مش حاجة تنسي الموضوع، أنا لو كنت مكانكم كان سويت نفس الشيء. شفتي؟ قلت لك خالتي بتفهم الموضوع. إيه، بس في مشكلة. مشكلة شنو؟ صالح، هل يا ترى بتكون عنده الجرأة إنه يتواجه مع عبد الله لمن يمسك الشركة؟ ما أتوقع عنده الجرأة. بس خالتي إحنا ما عندنا أحد نثق فيه إلا أبو شهد. عموماً القرار بيكون عنده أمه، خلت أتصل فيه وأقول له الموضوع. تيك الساعة بقول لكم إيش قرر أخوة. يعني مبدئياً أنت ما عندك مشكلة؟ لا أبداً، مثل ما أنتم حريصين على حلالكم وحلال عيالكم، أنا المفترض أكون حريصة مثلكم. الله يخليك لنا ولا يحرمنا منك يا رب. ويخليكم لي يا رب. طبعاً أنا ما كنت أتمنى عبد الله يترك البيت ويوصل خلاف بينكم لهالدرجة. أنا عشت مع فاطمة وعرفت عدل، وأتوقع كل شيء يطلع منها. مع هذا أختي مراشد أنا معاك باللي ناوية تسوينه. على خير إن شاء الله. عموماً أنا حبيت نكون كلنا متواجدين علشان تعرف وتطمن إن كلنا بنسوي لك التوكيل، عشان لما تشتغل بالشركة تشتغل براحتك من غير إشكالية. إن شاء الله تم على بركة الله. أنا ذنكم. ألو، أنتي وينك؟ ليش غلطة؟ بتيني؟ إيه قاعدة بالبيت أنا. سلمان بيه معاك ولا لا؟ خلاص أوكي، يلا أمري باي. هلا أبو أمل، شانك؟ حاجيك، تعرف أبو زيد اللي يان الشركة وعرض علي إن أدش معاه شريك؟ إيه، أبيك تروح له اليوم وتعرض عليه إنه يبيع شركته. أدري إن الشركة خسرانة، أنت اسمع اللي أقولك عليه. خلاص، إيه، إيه، وعقب ما تقعد معه وتخلص كلمني. ضروري، ترى أنا ناطرك. أوكي، يلا مع السلامة. حب السالفة الشركة اللي تبي تشتريها. بجهز مفاجأة حلوة حق صالح لما يستلم الإدارة. مفاجأة شنو؟ أنا أقول لك، حين الشركة شوي يخلصون مشروع فلتشة، وهم مستلمين 80% من الفلوس، والشركة ما عندهم مشروع ثاني، كل اللي عندهم فلوسهم بالبنك. ما فهمت. يعني بهالفلوس اللي بالبنك اشتري شركة أبو زيد. بس انت قاعد تقول ان الشركة خسرانة، ايش تبي فيها؟ ادري انها خسرانة، علشان كذي اي شيء يعرض حق الريال ما راح يرفض، راح يوافق. تدري انها خسرانة وتبي تشتريها؟ والله انا مو فاهمة عليك صدق. حبيبتي الحين سيولة الشركة كم؟ 4 ملايين، وكوني انا مدير عام اقدر اشتري شركة أبو زيد بأي سعر. يعني انا اعطي الريال سعر رمزي واحط بالعقد 4 ملايين. وبكذي صالح لما يستلم الشركة يكتشف ان الشركة خسرانة، وفوق هذا راح يكون مسؤول عن شركة أبو زيد.
اي فهمت، يعني انت قصدك تحط الاربع ملايين بحسابك وهم بعدين عاد يشربون من البحر. والله حبيبي طلعت داهيه. انا بعلمهم درس علشان امي تعرف عبد الله اللي موافقه فيه شنو يقدر يسوي، وخلي ينفعها صالح وبورين.